إذا كان برك الزملاء يعطيوني واحد الآلة. إذا طارق أي بالك يا واد يقدر. طارق تحقوا آلة من عندك. هاليك آلة، بارك الله فيك. واش حكايتها؟ حكايتها هذه حكايتها باللي كي كنت ندير كشافة أونكوغي فوا، كنا نديرو الموسيقى وكنت أنا نحب المسرح والتمثيل والدربوكة. ظاهرة من بعد كيلكو زاني من بعد دخلت بجروب تاع شعبي في فوكا، ومن بعد في قليعة، ومن بعد كان بوكر حطالي الله يرحمه من فوكا اللي شيخ كبير الله يرحمه، كنت نخدم مع العراس، خدمت بزاف مع دونك خدمت العراس تاع شعبي وانا صغير من لاج 19. خدمت العراس؟ خدمت العراس، يلبس كرافاطة وسلم عليه وبالقدر تسمى وذاك الشيء وانا صغير بالكرافاطة. شيخ شيخ يقدروني وانا غير لهف انا صغير 19. دونك من بعد حتى دونك جو فوزي لي دو او ميم طون، كنت ندير المسرح وكنت ندير شعبي. داير دي فوا كانت عندي مسرحيه بايز بلاشيه، وفي الليل عندي عرس راك شايف، ونجيب الكاطو مع باسكو يعطونا هما الكاطو مع الصباح كثر خيرهم يعني. اذا نبيل عسلي دونك 2007 اعطينا حاجه شيخ. واش تحب بروالي ولا برجيله؟ برجيله برجيله. هذا برجيله ولا زيدان؟ زيدان في 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 واش هو؟ في في الوتريه جدك ما تخلقش تقفوني دخلوني في حيطه. دخلوني في حيطه. نجيب يا اخي نجيب تخاطيك الشعبي يعني. هذا برجيله. هذه برجيله، هذا قباحي. هذا انصرف. بابارام بام 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 هذا مسامعي. اعطينا حاجه يتفاعلوا معنا الجمهور. بروالي على بالي الجمهور يسنى في البروالي. حبوش طيع قول لي هكذا الهول ما تحبوش انتوما. هاي صاي هاي خلاص دوك يبداو يسخنوا ويبداو يجوا. انا خصني برك المايسترو